ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قراصنة معلوماتية روس تمكنوا في العام الماضي من قراءة رسائل إلكترونية أرسلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأخرى تلقاها، وذلك بعد أن تمكنوا من اختراق الشبكة الإلكترونية غير السرية للبيت الأبيض. وكان مسؤولون أمريكيون أقروا في مطلع نيسان الجاري بحصول حادث في مجال الأمن المعلوماتي في نهاية العام الماضي، لكنهم رفضوا تأكيد صحة معلومات ذكرت أن قراصنة روسا يقفون خلف فهذه الهجمات الإلكترونية.